السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. وحشتوني اخر مره كنا مع حضراتكم. النهارده السبت على الهواء مباشره حلقه السمك. تعالوا بقى نشوف ايه حكايه حلقه السمك وايه الموضوع النهارده. بقى لنا كتير ما عملناش سمك، وخلاص رمضان يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص بيخلص، احنا خلاص في الاسبوع الاخير. فالواحد بقى ايه دي وحشه سمك كده شويه. فجايب النهارده سمكيه لوطه لطيفه جدا، مميزه في حاجتين، سعرها كويس ولحمها كتير، لكن ده من افضل انواع السمك اللي موجود عندنا في مصر. عايز اعملها بطريقه حلوه سنجاري بخلطه حلوه بتسويه تكون مختلفه شويه عن كل المرات. هنشوف الطبق التاني. يبقى عندي حبه سمك سويسي مكرونه اللي هو اللي بيسموه الجمبري الحلو ده، هعمله النهارده ان شاء الله بتتبيله مختلفه برده، وكريسبي كده يكون محمر بشكل لطيف، وطبعا اكيد بيطلع معاه رز صياديه قالب بيه كلام يعني. الناحيه الثانيه عندي حبه سي فود صغيرين جدا، هعملهم شوربه ولكن بالكريمه والبسله والشبت. على ما اعتقد هيكون الفكر مختلف، ولكن بعد الفوز اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم قبل الفاصل على اكله سمك. بقى لنا كتير او ما عملناش بصراحه السنه دي سمك في رمضان، ويمكن دايما مش رايي لوحدي، بعض الناس تقول لا بناكل سمك، وفي ناس تقول لا بيعطش، وفي ناس تقول لا ما خدناش عليه. وهي كانت فكره من زمان، او ناس كتير قوي انا كنت واحد منهم يعني، متخيل ان ما ينفعش ناكل سمك في رمضان لفتره كبيره، لسنين طويله. طب ليه؟ والله انا اتربينا كده، مش لوحدي اكيد، ناس كتير قوي. ولكن المعلومه طلعت يعني مش صح 100%. لا بناكل سمك في رمضان عادي، وبنطبخ سمك في رمضان عادي، ومش بنتسحر سمك، احنا بنفطر سمك. فاذا ان احنا هيبقى في مجال لشرب الميه كتير جدا الى السحور، فنبعد بس عن المقالي، هي اللي فيها مشكله لفكره الميه او الزيوت او التفاصيل دي. ولكن السمك موجود. فالنهارده عايز اعمل صينيه سمك حلوه تعوض شويه شهر رمضان، ويبقى خلاص بقى اختاما كده ان شاء الله. يعني عارف اللي فات كله تقيل لحضراتكم في البيوت، انا بتكلم على البيت اكتر. انا بحاول زي اعمل زيكم على فكره يعني، كل يوم نطبخ، بنفكر هنعمل اكل ايه النهارده، نطبخ اكل ايه زي ست البيت طبعا، واكيد ست البيت بيبقى عليها يعني تفكير اكتر بكتير. فاللي جاي ان شاء الله خلاص الاسبوع الاخير ده نعمل بقى سمك، نشوف حبه حاجات كده تكون خفيفه في الخفافه كده شويه عن اللحوم واللي فخلاص كده زي الفل كده. طيب ايه اللي ممكن نعمله النهارده في السمكيه دي؟ تيست مختلف. عندي خضار كتير، ولكن تعال اول كده على السريع هنعمل حاجه حلوه قوي، ندي التست هنا لطعم السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تست لطعم السمك كلمه كبيره، عايز اطعم لحم السمك الاول. فهجيب عندي حبه زيت الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب بوله كده ولا حاجه، حلو الكلام. وهجيب كمان معلقه فيها فص ثوم صغير جدا مفروم كده، بسم الله. وزيها كمان لو امكن هريسه سبايسي او عادي، ماشي الكلام لحد كده، كلام بسيط وما فيهوش اي تفاصيل خالص. وهجيب عندي ربع بق صغنن قوي من الصويا صوص، قد ايه؟ شوف مش كتير، بس كده خلاص. وهجيب عندي كمان حبه فلفل اسود، جربوا الطريقه دي مش تخسروا اي حاجه، فلفل اسود بس. طب حبه ملح، اقول لك حاسب لان الصويا صوص فيه ملح. وهجيب عندي الفرشه بتاعتي وابدا هروح اعمل ايه؟ شايفين الاعشاب الحلوه دي؟ ممكن اخد منها حته لو حبيت، ما حبيتش مش شرط يعني. انا مش بحب دايما الاعشاب عامه في السمك كتير لو ملهاش لازمه بصراحه، اما لو فيها طعم مختلف هيبقى او تيست بسيط مش هيضايقني ممكن اعمل كده. زي دلوقتي كده مثلا هاخد حبه كده كده واروح اعمل كده، وروح مدود ده كده مع بعضه. المنابع حتى باينه في سكه مختلفه شويه. وهاجي انا هعملها بالكريمه بصراحه او بالبشاميل، بس انا بصراحه مش هعملها بقى بالكريمه قوي، اخليها بصوص بشاميل خفيف مع السمكيه دي، وبعد كده ادخلها الفرن. والبشاميل هعمله يتقسم معايا بجزئين، هعمله بحبه حليب مع مرقه من مرقه السي فود اللي عندي، وهاخد جزء منه هقفل بالصينيه، والجزء التاني هياخد منه برضو حبه احطهم عندي في قلب الشوربه، يربط معايا الشوربه مش اكتر. طيب الصينيه بتاعتك فين يا شيف؟ والله عندي صينيه لطيفه جدا اهي كده، وممكن نعمل فيها اي ارضيه، نعلي السمكيه من على وش بس الايه الالومنيوم ده
مش حاجه، ولكن يعني عشان فكره ان بس ما تبقاش لازقه مني قوي. وممكن كمان نجيب ليمونتين حلوين زي كده، هم دول اللي ممكن اعلي بيهم بالشكل ده كده اهو بس خلاص. وراح جايب عندي السمكيه الحلوه دي واعمل كده اهو عشان هدي مساحه الحاجات دي كلها تتحشي في النهايه، وهشيل ده كده. وهاجي هروح اعمل ايه بقى؟ جايب بكل بساطه اقول بس كده عايز امسح دي بس كده تمام. وجايب الخلطه الحلوه دي واروح عامل كده كلها على بعضيها، اصلا كلها معلقه، شايفين قد ايه؟ معلقه. وابدا ادهن لحم السمك وتبل. هنا احنا بنتبل بفص ثوم حلو، بسنة الهريسة دي سنة برضو تيست سبايسي كده سنة لو مش عايزين براحتنا برضو، والصويا هيديني لون حلو للحم السمك، وتيست الملح برضو طالع منه. مش أكتر من كده، 15 دقايق في الفرن على ما نعمل خلطة حلوة في حشو السنجاري. أنا كنت صراحة عايز أحشيها سي فود، بقى قلت لا بصراحة ليه يعني، مش شرط. أنا هاخد حبة السي فود دول همشيهم عندي بدل ما أحطهم عندي في قلب الحشو، لا أنا هعمل حبة شوربة، وبرضه احنا في رمضان محتاجين حبه شوربه يعني قبل اي كلام. كده احنا تمام. ناخد السمكه زي ما هي كده من غير اي حاجه واخش فيها الفرن. بسم الله كده وتمام. طيب كده بالنسبه لاول حاجه راحت للفرن. الطبق الثاني طبق جميل جدا، هسيبه في التتبيله واخش اعمل خلطه السنجاري تاني. يعني ايه؟ يعني عايز اتبل السمك واستفيد شويه بخمس عشر دقائق في تتبيله المكرونه قبل ما اوديه على الدقيق وعلى البقصبات اللي هعمله النهارده بسكه مختلفه، وبعد كده نخش نشوف الحشو بتاع السنجاري عامل ايه. طيب التتبيله يا شيف ممكن نعملها للسمك المكرونه يكون في السمبله كده وحلو، يكون كريسبي ما يبقاش طري ولا يفك مني وانا بحمر. طيب هجيب عندي اول حاجه، في فرق دايما بقول لحضراتكم ما بين الثوم اللي فيه زيت وبين الثوم العادي. ده الثوم اللي بشتغل بيه فيه زيت، بص يا فندم معايا كده اهو، ده اللي فيه زيت احلى ثوم في الدنيا، انا شخصيا بعشقه اللي فيه زيت ده. وفي ثوم تاني بس ده روحه قصيره، ليه بتعمل ده؟ ولازم اتكلم بالمعلومات دي برده مهمه. ده روحه قصيره اللي هو من غير زيت خالص، ده بيبقى روحه قصيره، ممكن يقعد معايا يومين او ما يعديش يومين كمان ويبدا لونه يتغير وريحته تتغير ويكرف قوي، وممكن يخش في سكه ثانيه. اما اللي فيه زيت بيحافظ دايما على لونه وعلى ريحته، ولما يتحط عليه حته ستريتش يبقى ليه نفس كده فيه، تحس انه تاخد تحس ان فيه طعم. واي زيت مش شرط يكون زيت زيتون. طب نرجع للمعلومه الاهم، ما بتشغلش من ده ليه؟ اقول لك الزيت ده هيعمل معازن معايا ما بين فكره البقسماط فبالتالي، او حتى الدقيق لو انا بعمل فراخ بانيه او سكالوب او اي حاجه، فبالتالي قلق شويه فكره ان انا احط عندي حاجه بزيت زيها زي اي شيء. مثلا زي ما اتكلم مثلا على حبه مستارده، في ناس بتحط في صوص مستارده، انا بقول لا بيبقى حلو ولكن بيفك الكفر مني. ثوم مفروم وحبه شبت حلوين كده لطاف في تتبيله السمك المكرونه السويسي بتاعنا البلدي تمام. وعندي حبه بهارات حلوه للسي فود كده، معلقه حلوه من جبل عند العطار، وكمان سنه كزبره ناشفه، سنه كمونه مش كتير، وتاتش بابريكا لو حبينا، وسنه ملح طبعا عشان نحقق الحاجه كويس. ومش محتاج انا ممكن اخد سنه حدي بص كركم، تخيل تست كده في النص كده يروح في النص. طيب وهجيب عندي مضرب وهجيب عندي حبه ليمون فريش قبل اي كلام كده. والليمون الفريش هنا بس مش هحط معاه خل، ليه يا شيف؟ عشان ما يروحش في حته ما يبقاش يعني يهري السمك، لان السمك ضعيف جدا. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يعني انا بالنسبه لي بصراحه الصراحه الصراحه يعني انا لو اتحط قدامي السمك المكرونه السويسي الصغير البلدي ده، ده اهو البلدي ده بتاع مصر الحلو ده، شايفين قد ايه السمك، واتحط قدامي مني جامبو جمبري، والله مش عشان حاجه، هو ده احلى واطعم، طعمه حلو، طعمه تحس فيه سمك. ويقال السمك الجمبري السويسي ده يعني عفوا المكرونه السويسي دي من اجود واطعم انواع الاسماك في السويس كلها، والسوايس يحبوها اكتر من الجمبري السويسي، ده لمعلومه حضراتكم يعني بعض الناس عندهم المعلومه دي. هو كده، وكمان الفرق عن المزارع وعن البلدي كتير، يعني ده بلدي اللي هو حجم واحد، ده بيبقى اي سمكه حجمها واحد تحس ان هي بلدي، لكنها كلها كده يعني مختلفة عن بعضيها، لا الموضوع بيختلف شوية كده
بس اسيبهم عندي كده واديهم عندي كمان حبه الليمون الحلوين دول بالشبت دول اهم على الوش كده ونسيبهم ريحه الكزبره عامله شغل عالي قوي ونسيبهم شويه. طيب وبعدين يا شيف والله نخش بقى على طبخه وتشويحه الفرسه او الخلطه بتاعه السمكيه. بمناسبه السمك انا النهارده عندي تقرير يا رب يعجب حضراتكم من لبنان من ضمن الحلقات اللي صورناها قبل كده لو حضراتكم متذكرين يعني التقارير اللي بنزاحها لحضراتكم طول شهر رمضان. في حلقه النهارده دي احنا رايحين سوق سمك هتشوفوا ان شاء الله يعني تقرير لطيف جدا مختلف شويه عن اللي زعناه قبل كده وسكه مختلفه برضو بنحاول دايما نوري حضراتكم او يعني نشوف المطابخ اللي حوالينا رايحه فين في كل المجالات مش بس في اللحمه او في السمك في اي حاجه حتى لو في خضار بحب اصوره ونشوف هنا ونشوف هنا ونعرف برضو واحنا قاعدين في البيت كده عندنا البرنامج بتاعنا بيقدم النهارده في كذا بس انا عندي حاجه بعملها يعني بحب اعملها لحضراتكم يعني او الساده المشاهدين كلكم يعني بحب اتفرج النهارده على طبقين ثلاثه عندي في البرنامج. التقرير ده هيكون برضو فيه طبقين ثلاثه ما طبختهمش ولكن شفناهم. النتيجه ايه في الاخر؟ انا في البيت قاعد حتى لو ما طبختش اكل علاء وحتى لو مش متابع البرنامج قوي ولكن شفت النهارده حلقه فيها طبق واثنين وثلاثه بيتعملوا قدامي ورحت شفت في سوق بيبيع بيشتري كذا وكذا وكذا اشتراه قدامي ورحت شفت تاني غير علاء خالص بيطبخ تاني وشفت علاء هو بياكل او بيدوق بيقول ده. فالفكره اني بنحاول بس اطلع حضراتكم بس بره الصندوق ويبقى منها خروجه شفنا الدنيا فيها ايه وعرفنا وده اهم ثقافه الشعوب اللي حوالينا والاكلات بتاعتنا اخبارها ايه المختلفه عن بعض ولكن كله على فكره قريب جدا ونفس كل واحد. طيب بسم الله طاسه سخنه حلوه كده هرفعها من على النار واجي هنا على البارد ده بارد مفيش حاجه تحت مني نار هنا هستغل السخونيه دي وعايز اعمل خلطه حلوه نيف نيه عشان ما احرقش الدنيا. اول حاجه عندي قبل اي كلام شايف الجزر الكميه دي كلها هتنزل هنا في الطاسه دي بسم الله جزر مفروم جدا وعليه كمان كرفس كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين الكلام وعليه كمان هنا بقى فلفل اخضر رومي وعليه كمان بصلايه حلوه مفرومه كل الكلام ده كله هنا ايوه وعليهم كمان معلقه ثوم حلوه وخد مني بقى دي كله هنا على الطاسه الحلوه دي بسم الله سن زيت زيتون كده شويه شايف زيت زيتون بنزله امتى فين هنا انا عايز استفيد من كل الخضار اللي عندي ها دي مش نار دي رخامه انا بسخن بس الطاسه انا بستفيد من النار اللي عندي وبستفيد من سخونيه الطاسه وبسوي كويس حاجتي بس بالطعم الحلو ما تبقاش محروقه مني ما تبقاش غامقه مني ما تبقاش حرقت اكسدت الزيت ده حاجات مهمه انا من وجهه نظري اهم من الطبخ. طيب ايه تاني يا شيف والله عندي فلفل رومي احمر يلا بينا دي خلطه لطيفه جدا جدا وبسيطه ولسه هندلعها كمان بحبه خضره حلوه ونشوف امورنا ايه. وانا شغال الناحيه الثانيه دي عندي هنا كوبايتين لبن هخليهم اربعه ولكن بالملقه يعني ايه يا شيف يعني انا مثلا اهو حضراتكم هنا اللي في الحله ده عفوا اللي في الحاله دي قشر الجمبري زي كل اسبوع بنشتغل مع بعض ممكن حضراتكم تفتكروا ايام ما كنا قبل رمضان كل اسبوع يوم السمك بنشتغل بيه قشر الجمبري اي سمكيه ليها سلسله كويسه اقدر اخد منها حبه مرقه حلوين وده هيحصل دلوقتي كمان في قلب البشاميل اللي هشتغل بيه او الكريمه اللي هشتغل بيها للصينيه بتاعه السنجاري او لو عايز اقفل حبه شوربه بدل ما اعمل تاني بشاميل او بدل ما اعمل تاني زبده ودقيق واربط هعمل كله بكوبايتين حليب وقدامهم على طول كده اهو الناحيه دي هجيب مصفى سريع عفوا وهاخد بالمعرفة اللطيفة دي كده بسم الله واحد على اللبن على طول اتنين تلاتة وحتة كده بالمعيار اللي انا ماشي بيه ده بما يعادل لتر مشكل ما بين اللبن وبين فكرة المرقة خليني اجيب مضرب وابدأ اهيئ السخونية هنا بقى اشوف البخار ده هو ده اللي بتكلم عليه عايز ادلع ده ادلع عايز احط مكعبات عايز احط بهارات انا شايف زي الفل بس انا مش هعمل ده كله بصراحه لان انا اوريدي كده كده عندي هنا حبه مرقه جمبري حلوين فاسيبهم استفيد منهم واطلع منهم حبه شوربه حلوه ولكن خلينا نرجع للسنجاري واقفل بقيه السنجاري بتاعي بقى بايه الصراحه يعني قرن الفلفل الحار بيفرق كتير في السنجاري او الهريسه حسب يعني هناخد قرن كده حلو وعندنا معلقه صلصه طماطم عشان عايز اعمل تسبيكه حلوه كده على السريع من وانا هنا نايف نايف ادي واحده اتنين يبقى معلقه كبيره
تمام؟ تمام. وهاجي هنا بقى اروح اعمل ايه بقى؟ مقلب كده كويس وجايب بصوا بقى دي السنجاري ركزوا معايا. مغرفة مرق الجمبري بسم الله واحد نص واحدة كمان بس كده. شكرا. هجيب عندي معلقة حلوة نظيفة وهبدأ هساوي كل الخضار الحلو ده كله مع معلقة صوص الطماطم إن أنا حاططها من شوية مع حضراتكم دي. والهدف منها أثبت وأطعم كويس جدا الخلطة اللي أنا بشغال بيها دي. طب أطبقها بإيه؟ بص بقى اللي جاي مني. هروح مديها عندي سنة كزبرة ناشفة. ومديها عندي كمان حبة بهارات سي فود حلوة. ومدي عندي كمان تاتش ملح لطيف معقول مش كتير عشان برضو لو عايز ازود براحتي. وحبه كمونه واي بهار انا نفسي فيه اطعم براحتي. لحد هنا كده انا زي الفل. هرفع الكلام ده كله من العمار هرجع تاني على الهادي. هجيب عندي ايه بقى نقفل بقى هنا القصه دي. هنا عندي حبه كزبره خضراء وهنا كمان عندي حبه بقدونس وكمان عندي هنا ورق الكرفس مفروم تست عالي جدا. شوف ورق الكرفس قد ايه اكتر حاجه حلو. وعندي شرايح توم على الوش كده شرايح توم. هتقول لي الوصفه دي بتاعي اقول لك والله هي جايه من دماغي يعني مش عامل لها حساب معين. طيب ايه تاني؟ اه حبه شبت طبعا مهمين جدا الشبت كده. وبكده يكون انا امنت تتبيله حلوه مظبوطه حشوه. اه وراح بقلب في الاواخر. طب ليه ما بتحطش شيف الخضار ده معاك على النار؟ اقول لك لا هيقلب معايا محشي ويخش معايا في سكه خالص تحس ان الموضوع هيستوي كتير. فانا عايز اشم ريحه حلوه اشم ريحه خضار واحط صوص كمان ما يبقاش كتير يبقى المنظر ده. انا بعتقد كده الامور واضحه جدا. فاضل هنا عندي ابص على السمكيه في الفرن وهجيب لكم بقى نشوف ايه خارج لون ولا لا زي ما احنا عايزين. زي الفل. سيبها كمان دقيقتين ونرجع لها تاني. بس تعالى نخش على المكرونه عشان احنا بس عايزين ايه يا فندم عايزين نخلص بس الحاجات دي الاول عشان ايه لما نطلع على الفاصل اللي جاي ان شاء الله نطلع على التقرير نبقى مجهزين كل حاجه ما يبقاش في حاجه معطلانه. طيب اعمل كده لا ده دقيق في سنس برضه. اعمل هنا ده دي خلطه البشاميل هنزل بيها كده خلطه البشاميل الفوريه على طول بسم الله كده مع المرقه اللي حاططها مع الحليب كده. انا بربط الصوص عشان اقفل حاجتي على طول اول باول. الشوربه انا شايف ان شاء الله تمام التمام ما فيهاش حاجه صعبه. هنقفلها على طول ممكن حتى نقفلها في الاواخر خالص او هقول لكم ممكن نقفل دلوقتي برضو عشان نسيب الحاجه تستوي كويس براحتها. طيب الشوربه هي الف ب في اي نوع شوربه انا في المدرسه دي بصراحه عفوا البصل والكرفس دول اساس الشوربه وبرضو يعني مدرسه ثانيه تقول لك برضو دول اساس كمان فكره مش بس الشوربه الصوصات الستاندر. ادي الكرفس الكتير على الكرات وادي بصلايه ناعمه ودول هاخدهم برضو زي ما اتفقنا سنه زيت صغيره ني في ني على هادي كده عشان ابدا بعد كده اسوي حاجتي هنا. والشوربه انا اللي شغال بيه النهارده ان شاء الله مع حضراتكم لو حضراتكم باصين كده هنا عندي قطعه هتلاقوا ايه حته قشر بياض وحته جمبري وحته كاليماري يعني ما فيهمش اصلا حاجه في التسويه كتير ومش صعب عليا في شيء ان شاء الله في تسويتهم. ولكن الافضل والصح والاهم ان انا اسبك واظبط المرقه بتاعتي صح واظبط اموري واخليها تغلي كويس وتاخد تسويه كويسه جدا وهربط وبعد كده هاخد اخر غلوه بحبه السيفود دي. ليه بقى؟ اولا عشان استفيد بالتست بتاع الجمبري ما يبقاش اتليف مني والقشر البياض اللي موجود عندي ما يبقاش مهري من التسويه. كل التفاصيل دي مهمه جدا. اه طبعا لو انا عملت غير كده هلاقي الموضوع راح مني في حته دي خالص. طيب عندي كوبايه دقيق ونص كوبايه بقسماط تمام؟ كوبايه دقيق ونص كوبايه بقسماط. هنا الشوربه شغاله اهي وهنا الصوص اللي انا عايزه ربط اهو اهو. هوري لحضراتكم بالمره برضو عشان كل حاجه تبقى واضحه اهو. الصوص اللي احنا عملناه بالمرقه مرقه الجمبري و حبه اللبن اهو. بصوا الصوص عامل ازاي شايفين. انا بس بحب اوضح كل شيء تمام لحد كده. تمام لحد كده باذن الله. طيب ارجع تاني احط بس معلقه في الشوربه دي عشان ايه حاجتها تبقى اوضحكم شايفين. بصوا الملامح عامله ازاي اهي شكلي بسيط جدا. نرجع بقى للدقيق وللبقسماط اللي كنا بنتكلم عليه. هجيب عندي اربع معالق خمس معالق من البقسماط الناعم تمام وعليهم معلقه صغيره هبدا ابهر حبه بابريكا كمان معلقه بابريكا حلوه نص معلقه ملح حاضر ونص معلقه كزبره ناشفه
وكمان نص معلقه بهارات سي فود. راوية هانم صباح الفل يا فندم. الخير، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وصحه وسلامه يا رب. الحاجات الجميله دي احنا عايزين بقى حضرتك لغايه العيد بقى تعمل لنا اصلا. عينيا الاثنين يا سلام. والرنجة والحاجات دي بقى. لا الرنجة انا خايف بس عشان كنت عاملها النهارده والله، بس انا خايف موضوع العطش بس والله في الرنجة والحاجات دي والله. لا الرنجة عشان العيد ان شاء الله. خلاص حاضر، مش في رمضان يعني. لا ان شاء الله. حاضر. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب. ماما بصحه وسلامه يا رب. تسلمي. والحاجات الجميله اللي بتعملها دي. ربنا يعز حضرتك يا ماما، كتر خيرك المكالمه ومتابعه. كل سنه وحضرتك شكرا. والاسره يا رب طيبين وكل المشاهدين يا رب. تسلمي يا ست الكل، ربنا يعز حضرتك كتر خيرك. تأمري باي امر؟ ربنا يخليك. بجد والله. ما تنسناش بقى من انواع الاسماك والرنجة والحاجات دي. حاضر، اوامرك امر يا ماما. حاضر. حاجه ثانيه؟ كل سنه وحضرتك وحضرتك بخير وصحه وسلامه انت كل امهاتك. بتزيد ذوقك وبتزيد كل العمل. شكرا يا امي. تسلمي يا حبيبتي. حاضر. افن طب حالا بعمل ايه بقى حالا بس؟ هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص عملت اللي انا عايزه كله بس المنظر خلاص. ما فيهوش حاجه ثانيه خالص. وهحمره بحاجه حلوه برضه هوريها لكم قبل ما اطلع الفاصل برضه عشان اقفل كل حاجه. ثانيه واحده. هحمره بحبه البركه والسمسم اهو، سكه مختلفه. تعال بس نجيب الاول السمكه الحلوه دي. بسم الله. ونشوف تسوياتنا اخبارها ايه. اهو ده على التحمير خلاص، هندخله شويه الثلاجه ياخد وقته كده يمسك نفسه عشان يطلع متحمر على مزاجه. حلو. والزيت اللي هحمر فيه غويط حطه عندي في حله سخنه وسايبه ياخد وقته في تسويته. هرجع تاني هنا الخضار، خد تشويحه لطيفه ماشي، وهاخد ممكن الكميه دي كتيره. وانا اقول لكم كمان انا شايف كمان ان دي اتغمقت شويه. تعالى كده يا فندم، معلش انا اسف، غمقت دي اسكندراني بس هي غمقت. بص يا فندم انا شايف دي بقت تقليه شويه يا شيف. يعني ايه تقليه شويه؟ هي مش وحشه ولكن هي دي مش بتاعت شوربه كريمه، دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت طاجن حلو تطلع منه التست كويس. اما احط فيها حبه شوربه كريمه دلوقتي وانزل بالبشاميل، انا بس بحب هنا. معلش يا فندم عايز اوضح للناس بس، مش كل حاجه الشيف يعملها تبقى صح على فكره. كده دي حلوه بس الغمقان ده ما ينفعش. ممكن اغمقهم شويه احط لهم حبه رز يشتغلوا معايا صياديه، لكن ما اعملهمش في فكره شوربه تطلع بالكريمه معايا. فخلي الشوربه تتعمل احسن ببصلايه ثانيه وكرفس وكرات على الرايق اكتر، وده خليه مفيش مشكله بعدين. خلينا نرجع تاني. انا بس ليه بقف على الحاجات دي؟ عشان لما نبقى في البيت، معلش يا فندم انا اسف، ونلاقي ده ما نكملش عليه. ده حلو بس احمر في طبيخ في طواجن، لكن انا هعمل شوربه كريمه بيضه ازاي دلوقتي كده بده؟ يعني ازاي يعني؟ ما هحط الكريمه، ما هي كريمه بيضه، احط البشاميل ده، البشاميل الابيض، احط لبن. طب والحاجات تطلع معايا على وش ايه؟ هسميها ايه في الاخر يعني؟ فلفل اسود حصى؟ ما اكيد لا. انا بس بتكلم معاكم بصوت عالي والله في كل التفاصيل. هرجع تاني اعمل ايه بقى؟ امسك السنجاري وحشي. تكريم السمكيه اللي عملناها من شويه يا فندم. بص الحشو بتاعها عامل ازاي بقى هنا. حاضر. شايفين الحشو عامل ازاي؟ سكه مختلفه تماما عن كل المرات. ممكن نحط من نفسنا فيه بس انا كده شايف ان احنا عسل قوي وزي الفل جدا جدا. بس كده هاخد ده كمان سنه كمان كده، وهاجي على الحروف وراح اعمل كده. تمام، وهاجي على الحروف وراح اعمل كده. وحط السمكيه كده 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 وزي الفل كده وتمام التمام. ده كده بالنسبه للبشاميل او الصوص. السمك المقلي يطلع على طول من جوه يبقى الثلاجه يكون بس ماسك نفسه وتحمر على طول سهل ان شاء الله. وحبه السيفود زي ما اتفقنا مش هستعجل على البصلايه دي، لا خليني اجيب بصلايه ثانيه واشتغل على نضيف احلى. انا شايف وجهه نظرك كده. وكده نبدا نسوي حاجات زي ما اتفقنا. حط البصل والكرفس زي ما شفناه، حط عليه المرقه يغلو كويس ويستوي. بعد كده اخر حاجه هسقط السي فود ده ان شاء الله الفصل اللي جاي مع البسله والشبت في النهايه خالص. اما دلوقتي هنطلع ان شاء الله فاصل سريع جدا، بعد الفاصل نطلع على لبنان. يعني بلد لبنان جميله جدا، وبرضه هقولها كل ما اجي اقف قدام حضراتكم، اي بلد بروح اصور فيها بتحب مصر وبتحب بلدي وبتحب شعبي وبتحبنا زي كل البلد اللي بنشوفهم دول، مش هفضل او مش هسكت ما اتكلمش عنهم.
هشكركم واحترامكم فوق دماغنا دايما، وكل الاشقاء والناس اللي بنسافر لهم في كل حته بيحبونا، فده بيبقى شيء بيسعدنا جدا بيجي نصور عندكم، وبتحبونا عشان احنا بنحب بتحبوا مصر مش عشان تعرفوا علاء، فدي شيء يشرفنا جدا. ليه بقول كده؟ في ناس كتير جدا بتشوفنا النهارده او بتشوف البرنامج عامه عفوا، وبيشوفوا كمان حلقات ليها علاقه بمثلا لو حد مثلا مغربي بيشوف نفسه، لو حد من لبناني، لو حد اي كان الجنسيه بيشوف. فانا احب اشكركم على حسن تعاملكم معانا، ودايما كده رب مصر تحب من كل الجميع، واحنا بنحبكم جدا. هطلع فاصل جدا بعد فاصل نواصل، اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله، اتمنى يا رب يكون التقرير عجب حضراتكم، ومناسب كمان النهارده عندنا اكله سمك حلوه، اتمنى كمان السمكيه دي تعجب حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع بسيط جدا وسهل، ما فيهوش تفاصيل كتير، ولكن في تيست حلو جدا. المكرونه خلصانه مع حضراتكم، او سمك المكرونه تعال بص عليها سريعا. الشوربه زي ما اتفقنا شغاله برده، هنا سمك المكرونه اتحمر، واديته زي ما قلت لحضراتكم فكره لطيفه جدا بحبه البركه وحته سمسم من على راس السمكيه، وديلها بغطس كده وحمر يطلع الحاجه زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر عامل ازاي معايا يا فندم؟ اهو ثواني ايه اكل ولا ايه؟ يعني الحاجه واضحه جدا، حبه رز بالخلطه، شوربه السي فود خلصانه ما فيهاش اي تفاصيل. ممكن نبدا نربط دلوقتي بحبه صوص ابيض زي ما اتفقنا من الاول، هنزل كده وابدا اربطهم مع بعض سريعا، ولو عايز ازود بقى تاني مرقه تانيه ما عنديش اي مشاكل خالص، يعني لو عايز ازود الكميه، ولكن هقلب تقليبه سريعه جدا واخد غلوه هنا كده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا انزل عندي بالسي فود كله ياخد تقليبتين كده او غلوتين وزي الفل. طيب هرجع تاني للتقرير بتاع لبنان، حبه البسله ينزلوا من مره. بصراحه انا يعني زي ما بقول لحضراتكم دايما اي بلد بحب اروحها وحبايبنا هناك بيحبونا جدا. لبنان يمكن حضراتكم شفتوا في الـ في الـ في التقرير راجل مصري بيبيع سمك في جيبه بالصدفه، على فكره بيبيع السمك او واقف في سوق السمك وهو الراجل ده في جيبه جنيه مصري. تحيه للشعب اللبناني، ناس تحبنا جدا واحنا كمان بنحبكم جدا جدا، ربنا يديم المعروف والمحبه على راسنا دايما يا رب. طيب انا معايا مكالمه يا فندم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب معايا مكالمه عزيزه على قلبي جدا جدا، وهي المكالمه دي بتجيلي كل سنه مره واحده، واكيد متابعين البرنامج عارفين يمكن من ساعه ما جيت هنا اون 2018 وكل سنه في مكالمه بتجيلي كده من حد عزيز على قلبي وعزيز على قلبكم كمان جدا جدا. هو اخويا وصديقي واخويا الكبير قبل ما يكون اخويا يعني وصديقي عاد، يعني الاستاذ الفنان احمد السقا. مساء الفل يا استاذ احمد. حبيبي يا شيف علاء، اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وبمناسبه شهر رمضان ولو انها متاخره، وكل سنه والامه العربيه الاسلاميه جميعا بخير يا رب، ومناسبه طيب العيد بخير وصحه يا رب دايما. وحشنا كتير يا استاذ نصار. شايفك عامل شايفك عامل تقارير من لبنان يا عم، انت ايه الكلام ده؟ ازاي تيجي لبنان وما تقوليش؟ والله يعني هي من بدري شويه مش من اليومين دول، ولكن انت عارف لبنان انا احب لبنان جدا جدا، ولبنان يعني اكل حلو جدا هناك طبعا، فاكيد لازم نغطيها اكتر مره ان شاء الله اللي جاي نقول لك على طول اكيد باذن الله. لا هم ناس طيبين. طمني انت عليك عامل ايه الاول؟ اولا طمني عليك انت عامل ايه الاول؟ انا تمام زي الفل. انا عارف انت مسافر بقالك فتره طويله جدا. انا راكب الطياره وراجع اهو دلوقتي اهو. شوف انا قلبي حاسس ترجع بالسلامه ان شاء الله. انت في لبنان مظبوط كده؟ انا حاليا دلوقتي بكلمك ولا لسه على ارض جمهوريه لبنان. طب طمني بقى انت كمان، اكيد انا عارفك انت اكيد، بمناسبه الكلام اللي بتتكلم عنه انت ايه اكل لبنان معاك؟ طمني على اكل لبنان. والله بص انا كنت باكل اكل خفيف علشان احافظ على وزني. ما شاء الله طبعا السنه دي ما شاء الله فيت كويس جدا ما شاء الله عليك، الله اكبر. والشخصيه اللي كنت بلعبها الله يكرمك، والشخصيه اللي كنت بلعبها فكان مطالب ان انا احافظ على شكل معين يعني. ايوه فكنت باكل زي ما بيقولوا كده بلغتك شيف الخفيف منه يعني مشي لحالي. يعني شوربه كريمه مثلا بالمشروم حلو. الورق ورق العنب اللي انت كنت لسه عارضه دلوقتي على التلفزيون. ابو زيت الزيتون حلو بليمون ده حلو. تبوله وفتوش 6 الصبح. كنا بنبدا يومنا 6 الصبح وننزل على التصوير ونفطر في التصوير ونسحر في التصوير. ده انت عايش في التصوير يا حبيبي. انا باكل ايه؟ الحمص معلقتين حمص يعني باكل على قدك تمشي يومك بس اكلهم حلو يا احمد مظبوط؟ فندم؟ اكلهم حلو.
اه طبعا اكلهم حلو، اللي يمشي ورايا يروح في داهيه. ايه انا بتكلم بدي 88 كيلو في يومين عادي جدا. بس خلينا نبعد بقى شويه عن الجزئيه دي، وعايز ابارك لك على نصار، انت عامل مسلسل جامد جدا جدا السنه دي بصراحه. انا عايز اقول لك التغطيه اللي... الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك بجد، تستاهل كل خير. وانت يعني كالعاده نجم مصر، يعني مفيش كلام، مش انا اللي هكون شهادتي فيك يعني. الله يكرمك، لا الله انت يكرمك. غير على التعريف. فنان احمد السقا عامل السنه دي مسلسل جامد جدا 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 كمان. الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك. وبالمناسبه التغطيه اللي انت كنت عاملها دي انا صورت في المنطقه دي سايده بجد والله. اوعى تقول لي بقى دي اللي كان قاعد فيها عم خميس الله يرحمه. الله يفتح عليك. بتهزر. بالظبط كده. اه والله صدفه غير طبيعيه. عايزين نعزيك، عم خميس توفى امبارح ربنا يرحمه. ربنا طولت العمر، طولت العمر ليه ده حبيب كل ده. عم خميس، عم خميس حاجه، لا استاذ حاجه ثانيه بقى. صاصة ربنا يديله الصحة وطول العمر طبعا. صاصة ده مشكلة كبيرة، ده حبيبي ده. ده حبيبنا كلنا، ربنا يديله الصحة، وأنت حبيب الدنيا كلها سقة والله، وأبو جدعان. الله يخليك يا شيف علاء، دلوقتي بص يا شيف علاء. ودايما جاب مخاطرنا كده بمكالماتك الحلوة دي وتقديرك لينا وفوق الراس والله العظيم. الله فوق الراس. طيب صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين، أنا إن شاء الله أوصل النهاردة على الفطار، خلاص؟ حلو. أعمل حسابك بكرة تعمل لي المزاليكا. عينيا. طب ولو كانش بالليل ايه رايك في الكلام ده؟ بكره هتجيلي هتلاقيني طالب عليك في البيت. تعالى بس انزل انت بس، مالكش دعوه، نتكلم في الكلام ده مع بعض عشان ما الاقيش انت فاهم كل حاجه. ولازم برضو الساده المشاهدين يعرفوا ان ربنا يخلينا لبعض، ان علاء ده مش يعني مش مجرد علاقه زمالة، علاء ده اخويا وصاحبي وعلاقه بيوت وقصه كبيره بقى. ربنا يديك محبه مع حفظ الالقاب طبعا. انت اصيل اصيل وابن اصول. الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك يا حبيبي، وطالع من بيت عز وبيت كرم. وتحياتنا لماما، ربنا يديها الصحة ويحفظها. الله يكرمك. وحضرتك يعني مش هجاملك بقى على الهواء، انت فوق الدماغ ومصر والعالم كله يعرف مين احمد السقا. ربنا يحميك لاولادك. الله يكرمك يا شيف علاء، ربنا يخليك. ويحافظ عليك لاولادك ويحفظ لك يا رب كده ياسين وحمزه وناديه، ويخليك ليهم يا حبيبي. ورجعك بالسلامة. اشوفك في العالي دايما يا حبيبي. اشوفك في العالي دايما يا حبيبي. تسلم يا حبيبي، ربنا يعزك. يلا نشوفكم على خير، ونشوف السادة المشاهدين على خير على الفطار ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يعزك وبشكرك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيدنا محمد حبيبنا رسول الله. تسلم يا حبيبي، ربنا يعزك. الف شكرا، الف شكرا يا حبيبي، ربنا يعزك. فنان احمد السقا نجم مصر، وهقول لكم ايه، بس انا كلامي فيه يعني هيبقى مجامل، ولكن بجد والله العظيم الراجل ده يا جماعه يعني اللي يعرفه اكيد ناس كتير جدا غيري عارفين انا بتكلم فيه، مش بجامله. ابو الرجوله، ابو الرجوله يعني الجدعانه والرجوله دي في الوسط كلهم بيقول لك السقا، اي حد يرميها على السقا على طول. فمسي جدا يا حبيبي، ربنا دي المحبه يا رب. طيب هرجع خلاص، انا كده السمكيه دي زي ما حضراتكم شايفين خلصانه، بسيطه جدا ما فيهاش حاجه. عايز اقفل الشوربه، حاضر عايز اقفل الشوربه. بتلاقي عندي زي ما قلت لكم الرو كده، وحطيت لها حبه ال 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 السي فود. بص منظره عامل ازاي، هسيبهم عندي ياخدوا غلوه كده لطيفه، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نوصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب خلاص احنا خلصنا كل حاجه. الشوربه انا احب اغرف الشوربه في اي بوله عادي، ولكن احب اعمل الحركه دي فيها جدا من غير ما اعصر ليمون او اي شيء. شايفين الليمونه دي، واجي اصب عليها بقى حاجتي كلها. بس قبل ما اصب الشوربه دي فيها شبت، فالشبت هنزل بيه برضو كده. شوف حبه شبت كتير كمان، مش شبت جرنش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا على قوام الشوربه عامل ازاي، المرقه، وشوفوا اللي هينزل منها بعد كده عامل ازاي. شايفين بقى هي نازله في الليمون عامله ازاي. بص حبه السي فود اللي موجودين مع البسله، بس الموضوع بسيط، هي الفكره كلها بس تركيبات على بعضيها مش اكتر من كده. بالهنا والشفا لحضراتكم. ابص كده بقى الشبت هنا خلاص بقى راح في حتته ثانيه. الليمونه شوف موجوده، خدت منها اللي انا عايزه، ولكن التست هنا بقى ريحه البخار حتى اكتر بكتير جدا من ما نتخيله. شايفين المنظر؟ القوام مظبوط، وبالهنا والشفا لحضراتكم. تعالوا بقى نختم بقى على طول من هناك ونراجع سريعا مع حضراتكم ايه اللي كان بيحصل من شويه. طبعا كان في حبه رز صياديه عاديين جدا زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. وعندنا كمان النهارده في سمك مكرونه سويسي بلدي مصري اصيل، معمول متحمر بفكره الدقيق مع حبه فيجيتور.
عملوا ايه؟ ادوني اللون الحلو حقكم شايفينه دوت، سكه مختلفه شويه. طب ودي لا اقول لك كده قلب معايا يعني محمر على بانيه كمان، مدي تحس ان انا باكل جمبري محمر، وهو ده الهدف بصراحه من الموضوع. حبه خضار تحت منه حبه جرجير، لازم اي مقالي تحتيها حبه حاجه خضراء مهمه جدا. سمكيه لطيفه بكل بساطه عملها النهارده، سمكيه لوطه حلوه جدا، لحمها ما شاء الله كتير، والخضار اللي حطيناه في النص مع حبه البشاميل على الوش ودخلناها الفرن بالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم. We'll be right back.